يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ثم قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الآية، يقول هل في الآيتين دلالة على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب للتفرق والاختلاف؟ نعم، ولتكن منكم أمة، توجد يعني تكن توجد منكم أمة، أي جماعة، جماعة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومون بهذا، هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة، فهذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. تكن منكم، وفي الآية الأخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، هذا عام، هذا عام، وهذه الآية خاصة، أنه يخصص جهاز من المسلمين وأهل الغيرة تفرغون للحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.